رعى السيد ميشيل الصايغ حفل افتتاح البازار السنوي 44 لمجموعة كشافة ومرشدات عمان الأرثوذكسية، وذلك في مقر المجموعة بجبل الويبدي بعمان. حضر الافتتاح مندوبا عن سيادة المطران خريستوفوروس، الايكونومس إيرينيو سمدانات وألكسوس قاقيش. واشتمل البازار الذي استمر عدة أيام على مشغولات يدوية وألعاب ترفيهية ومأكولات شهية وجوائز قيمة. وقد جاء إقامة هذا البازار بمناسبة ذكرى مرور 60 عاماً على تأسيس المجموعة. بازارنا هذا السنوي احنا عرف صار عنا بالمجموعة، المجموعة هاي تأسست سنة 1964، السنة هاي بيكون احتفالنا بالستين سنة بوجودنا في ضمن الكشاف الأردني وفي المقر هذا. احنا يعني بنربي اجيال من الكشافه، من الزهرات، من الاشبال، من المتقدم، اللي هم بيقدروا ينقلوا هاي الرساله للاجيال اللي بعدهم، وهيك بتستمر المسيره تبعت الكشافه في الاردن.